اسرع طريقة لعلاج الانيميا. كتير من الناس خاصة الفتيات لما بيلاقوا ان عندهم نقص في الهيموجلوبين كله عمال يفكر ان احنا عايزين نرفع الحديد بسرعة لمستوياته الطبيعية، وكله يا جماعة بيفكر ازاي نعمل ده. ففي ناس كتيرة حتى دكاترة زمايلنا برضو وصيادلة والعيانين بيلجأوا ان هم ياخدوا حديد في الوريد. حقن الحديد في الوريد يا جماعة ما بتديش سرعة ابدا في علاج دي معلومة مهمة جدا، يا ريت يا جماعة شباب الاطباء ياخدوا بالهم برضو. حقن الحديد ما بتديكش سرعة، هي نفس السرعة بتاعت الحبوب العادية. طيب امتى تتاخد؟ بتتاخد لما يكون في انسان مش قادر يبلع الحبوب، واحد عنده التهابات شديدة في المعدة، واحد عنده قرحة في المعدة مش قادر ياخد الحبوب، في الحالة دي نديله الحقن. الحقن مش هتديني السرعة ابدا، هي هتبقى تقريبا نفس نتيجة الحبوب. ويفضل تجنب حقن الحديد لان لها اثار جانبية، ويفضل ما تتاخدش الحقن دي يا جماعة في البيوت بالطريقة اللي احنا بنشوفها دي، تركيبة ومحلول وركب وخد، ده بيحصل معاها حساسية قد تكون قاتلة. يعني الصح انها تتاخد في مستشفى في استقبال تحت رعاية طبية، لان الانسان معرض ان يحصل عنده حساسية ربما تكون قاتلة. فأي شخص عنده انيميا يا جماعة بسيطة او متوسطة لا عادي جدا ياخد الحبوب، حتى لو الهيموجلوبين نازل بشكل ملحوظ برضو نصبر على الحبوب، نزود الحبوب شوية، ناخد معاها حاجة تعالج المعدة، لكن مش حل ابدا نلجأ لحقن الحديد. حقن الحديد عملية استعراضية لها مخاطرها وما انصحش بها ابدا الا للشخص اللي مش قادر ياخد الحبوب، عنده مانع من استخدام الحبوب.